سي بون. دونك عسلامه، جيسبر تكون بخير. نعرف بروحي ما تعرفنيش، اي رمضان ايتيديون 3 اني ميديسين. واليوم جيت باش نحكي لك على الفيديو، جيت باش نحكي لك على جروب لونغلي في الاف ام اس. باه ان فيت شنو هي جروب لونغلي وشنو هي لوبسيون انك تقرا بالانجلي في الميديسين في زوزه؟ في زوزه على خاطر في لي 4 فاكولتي فما كاين فاكولتي ميديسين زوز هي اللي عامله لوبسيون هذه. باه دونك اذا كان باش تعمل جروب لونغلي تكون من الاوائل ومش تكون من المينوريتي تاع دي ايتيديون اللي يقراو ميديسين بالانجلي في تونس. هذه حاجه الاولى. دونك كيفاش بدات تحكي لونغلي؟ هي اون فيت من 2020 الفاك معناها زادت لوبسيون هذه، ولا فما جروب انجلي في كل بروموسيون، باه لو فامو جروب هاش. باه كي عملت لوبسيون هذه ما حطتش حتى تيست دو نيفو والا اي شروط باش تدخل معناها في جروب لونغلي. انت جوست في اول العام تمشي تقيد اسمك وبعد الفوا تدخل في جروب لونغلي. اللي يسالوه برشا تلامذة هو انه اسكو اي نستحق اني نكون باهي في لونغلي باش نعمل جروب انجلي ولا. ومن الاكسبيريونس نتاعي نقولك اني بالنسبه لحاجه دي غلطه، انت ماكش مستحق انك تكون باهي في لونغلي باش تدخل تقرا لونغلي. والدليل على ذلك هي الاكسبيريونس نتاعي، يعني اني كي دخلت نقرا فيكت ميتين دوسوس ما كانش لونغلي نتاعي باهي، كان كنت يا دوب نعرف نقرا شويه ونكتب شويه وكاها. اني اون جينيرال اللغات ما كنتش نحبهم وما كنتش نقرا لهم، كنت كيما اي تونسي في الدنيا دي يا بعضهم انا ما يريفز لهمش. مي par contre انا في هذا كوليكي اني كي سمعت انه فما انجلي في ميتين دو سوسا طول خممت اني باش نعملها. علاش؟ خاطر عارفه انه بلوس كلكس ولا الكارير بتاعي والا حتى الافاق اللي باش تحلهم لي من بعد. دونك اول ما دخلت لي فاميس اخترت جروب انجلي وبديت نقرا. والحقيقه من الاول اي عرضتني شويه صعوبات، تعبت اي كان يعني تشالنج كبير كبير على الاخر بالنسبه لي اني يعني نقرا ميديسين وبالانكلي في نفس الوقت، معناها اني يعني زوج حاجات لازمني نخدم عليهم في نفس الوقت. خذيت لي شويه وقت اي تعبتني شويه من الاول اي حتى نتذكر روحي اول كور قعدت نقرا فيه 3 ايام وني نسطر ركف الكلمات ونترجم جوجل ترادكسيون وكل شيء. مي مع هذاك الكوليكي نجمت اني بشويه بشويه مع في كل مره كل ما نزيد نقرا كور كل ما نزيد نقرا حاجات اكثر نزيد الانجلي نتاعي يتحسن، بيسكو احنا زدنا نقرا الماتير انجلي في الفاك. دونك الحاجه هذه عاونتني الحقيقه باش نحسن النيفو نتاعي في الانجلي على الاخر على الاخر، وحتى نو سولمون النيفو نتاعي في الانجلي حتى الكونفيونس حتى انك كيفاش تحكي حتى هذاك الكوليكي يتحسن باش تخاطرني عملت جروب انجلي اللي هو معناها لايف تشينجينغ بالنسبة لي يعني. وهذاك علاش خسرنا نعمل فيها الفيديو هذي. دونك فهيك حاطة شروط باش تعمل جروب انجلي، لا انت اصلا مستحق تحط شروط على روحك باش تعمل جروب انجلي. اذا كان الحاجة هذي تراها انها تنفعك تعاونك ومعناها ترافها معناها بلوس كبير على الاخر الكارير نتاعك، فازي ما تخممش برشا. في الفيديو هذي لتري باش نقسمه على ثلاث حاجات باش ما نحكيش برشا وباش ما ننسى حتى شيء. ثلاثة حاجات هي الحاجات الباهية في جروب انكلي، الحاجات الخايبة في جروب انكلي، وشنو الشانجمون اللي قاعد يصير ولا التمشي اللي ماشي فيه الفاك في العوام اللي فاتوا واللي ماشي فيه زادة في العوام القدام. باه دونك اول حاجة في جروب انكلي كي باش تعملها، كي باش تعمل جروب انكلي شنو اول حاجة باش تربحها؟ اون فيت اول بوان واللي هي معناها اوبفيس على الاخر انك لونغ لونغلي هي لونغ انترناسيونال. دونك لي ريشيرش كلهم بالانجلي، لي تيز كلهم يتعملوا بالانجلي، لي كونغري اللي يتعملوا برا كلهم بالانجلي. دونك اغلبيه الخدمه اذا كان انت تحب يكون عندك افير محلوله اكثر كلك سوا على الاستاج على لي ريشيرش سيانتيفيك على لينوفاسيون راك مش يعني دو بريفيرونس انك باش تقرا بالانجلي. دونك هذه بوان متفاهمين فيها، لونغلي لونغ انترناسيونال تحلك برشا افاق بالقدام وفي كاريرك وكل. جو ميكسكوز مجروحه جريج معنا مش قلب معنا انت كابي. الحاجه الثانيه اللي بتربحك باش تعمل جروب انكلي مش تحس روحك في الفاك بريفيليجي. الحاجه دي نحكي لك باغ اكسبيريونس بيرسونيل، معناها انت نو سولمون تحس روحك بريفيليجي من الادمنستراسيون من لي بروف من انت معناها كتقرا في الميديسين في وسط صحابك كل شيء انت جروب انكلي حاجه سبيسيال. وكيفاش كيفاش بريفيليجي من لي بروف؟ هو جوست لي بروف ما همش هما اللي يميزوا حد على حد، مي بار ديفو كي والا تقول سب كونشسلي كي هما اللي باش يقريو جروب اونكلي تلقاهم معناها لا اداره تعلمهم من قبل انكم راك باش تقريو جروب اونكلي. دونك يحضروا له تحضير خاص، دونك اوتوماتيكمون باش يكون النهار هذاك حاجه سبيسيال بالنسبه ليهم هما. هذاك علاش نحسوا روحنا بريفيليجي. دايوغ كل بروف اول مره نشوفوه يدخل يسالنا طول علاش عملتوا جروب اونكلي، ما تختلف الاجابات. ان توكا
بالنسبة للأدمينستراسيون أنتي جروب أنجلي. الجروب أنجلي معناها بروجي جديد، حاجة فيها إنوفاسيون. كما أي استثمار في الدنيا هذه، كما أي بروجي، كما أي بزنس في الدنيا هذه، هيك الحاجة جديدة باش يكون عندها معاملة سبيسيال، باش يكون فما برشا لهوة بها، باش يكون فما استثمار كلك سوا معناها ماليا ولا دي بروف ولا لهوة ولا وقت ولا أي حاجة، باش يكون زايد في البروجي الجديد. كيما بالضبط معمول في جروب لونجلي دايوغ بور لو مومون موجود كيما تنجم تسماها لجنة ولا هيئة تاع دي ريسبونسابل دي بروف، اللي هما سبيسيالمون لهيم بجروب لونجلي. معمول لكل بروموشن ان بروف اللي هو اون كونتاكت ديريكت مع ريسبونسابل. دايوغ كل جروب انجلي عنده ريسبونسابل يتلهي معناها يحكي مع الاداره كلك سوا كان عندنا اي مشكله، كان عندنا اي ريكلاماسيون، اي ان شاء الله حتى نحبوا نبدلوا ساله، نحبوا نبدلوا وقت نتاع كور نتاع اي حاجه، نبعثوا معناها ريسبونسابل اللي يكلم الريسبونسابل اللي هو بروف وهو اللي يحكي مع الاداره. ويعني اغلبيه الوقت المشاكل كلها تتحل. ثالث حاجة انه الفاك عاملة، وهذه الحقيقة بوان ممكن تعني برشا عبيد، بورس بور لي 8 بروميي دو جروب انجلي، يعني لي 8 ماجور اللي جيو الولا في جروب لونجلي عندهم بورس انهم يقراو فورماسيون سيرتيفيي من هارفارد، هارفارد ميديكال سكول اللي موجودة في امريكا، يقراو فيها فورماسيون اون ليني لمدة عام ونص، يقراو فيها دي معناها دي ماتير اللي هما عندهم علاقة بالميديسين، سواء جينيتيك، شيمي، حاجات كيما كيك فيزيولوجي، اللي هما دي ماتيغ تبعين الميديسين وفي نيفو نتاع البريمير سيكل. ومعناها هذه معناها الفورماسيون هذه تقعد عام ونص، عام الدوزيام مشترى عام التروازيام. اذا كان معناها باش تعمل جروب اونلي باش يكون عندك شانس انك تتقبل في البورس هذه وتقرا في هارفارد ميديكال سكول اونلي، واللي هي الحقيقه فورماسيون تزيد على الاخر. يعني اني ما خلطتش عليها، مي نشوف من صحابي كيفاش زادتهم على الاخر في الفورماسيون نتاعهم. دغنيغمون الفاك باش تخلي الفورماسيون في جروب لونجلي احسن حاجه، وباش معناها تنقص ولا تكومبونسي اي نقص موجود كلك سوا معناها في ناحيه الكاليتي دي كور ولا الكاليتي دي بروف، الفاك قررت انها تستثمر في بلاتفورم كبيره على الاخر اسمها اوزموزس. ادخل لها osmosis.com تلقاها، هي بلاتفورم مليانه بالفيديو موجوده باللونجلي، واللي احنا الحقيقه كي معناها الفاك عطاتنا من الاول كيما بريود صغيره باش نتستيو فيها البلاتفورم هذه وعاونتنا على الاخر على الاخر. دونك الفاك قالت انا باش تكمل تستثمر فيها البلاتفورم هذه وتعطيها لجروب لونجلي باش نجمو انكومبونسيو ونحسنوا في الكاليتي دو فورماسيون تاعنا. دونك هما من الحاجات اللي باش تربحهم كي باش تعمل جروب لونجلي. نجيو تكلم الحاجات اللي لازمك تعرفهم كونسيرنون جروب لونجلي، للمشاكل والا لي بوان نيجاتيف اللي يجمو نعرضوك في الـ في الـ في الفورماسيون تاعك. نحب نقول هنيك انه راهو كي باش نحكي لهني مش باش نحكي على بلوتو كي باش نحكي مش نحكي اني معناها ليكسبيريونس بيرسونيل، باش نحكي زيد على الاخر حاجه وصلتها فاك. علاش البروجي هذا عنده 4 سنين قاعد يخدم، عنده حتى اكثر من 4 سنين مي كات بروموسيون تخدم معناها قاعده تقرا فيه وتعديت به. المشاكل اللي تعديت بها اني كيكسو برومو ثاني ولا البرومو الاولانيه بكوليكا ما عندهم حتى علاقة بالمشاكل اللي تو أول بروموشن قاعدة تتعدى بها. علاش؟ خاطر تو سامبلومون ديما أول إكسبيريونس مش تكون هي فيها برشا مشاكل، مش معناها الفاك تخدم باش تحل المشاكل هذيك، والبرومو اللي بعدها باش تكون باش تلقى الفيرسيون اللي بعد باش تلقاها أوتوماتيكمون أحسن. وهذا صار بالضبط معناها اني مثلا كي دخلت بروميير اني باش نقرا ميديسين كانوا عندنا ماتير برك اون انكلي اللي هي بيولوجي سيلولير، وبقيت لي ماتير كانوا بالفرنسي لين افيوريا مزور شوي بشوي البروفيت خدموا انهم يكملوا لي كور. يعني كان بروميير تريمستر اغلبيتها فرنسي، دوزيام تريمستر ثوازيام تريمستر كان النسبه نتاع لي كور اون انكلي كانت اكثر برشا، وفي الدوزيام كيف كيف زادت طلعت النسبه هذيك نتاع لي كور اون انجلي. في التوازيام بيان سور زادت طلعت وتو معناها اكثر من 50% كورات اللي نقرا فيهم اني اون انجلي، اكثر حتى من اكثر من 70% من لي كور اون انجلي. باغ كونتر هذه نحكي برومو نتاعي اللي تعديت بها سي بون. باغ كونتر البرومو اللي تركيا موجوده واللي هي تو معناها تقرا بريمير اني ميتي، كي دخلت للفاك دخلت تلقى اكثر من 90% من لي كور موجودين اون انجلي. حكيف كيف دوزيام علي كي مشيت وسالتهم وحكيت معاهم لقيت انه اغلى معناها لي ماتيغ اللي كلهم يقراو فيهم بالانجلي حتى بروميير تريمستر، خاطر ديما البروميير تريمستر هي فيها اكثر مشاكل انه البروفيت مازالوا فين راجعوا من الصيف ومازالوا ما حضروش.
دوزيام تريمستر تروزيام تريمستر عندهم الوقت باش يحضر. دونك ديما البروميير تريمستر هي اللي تكون فيها اغلبيه المشاكل. اي بورتون كي مشيت وسالت معناها وحكيت معناها مع لي بروميير سيكل زي جون دو بروميير سيكل لقيت انه اكثر من 90% من لي كور موجودين كيك سوا بروميير اني والا دوزيام اني لي بروف اللي احنا ما مثلا دي ماتير ما قلناهمش بالانجلي هما قاعدين يقراو فيها بالانجلي. فما دي بروف ما كاينوش يقريو بالانجلي ولا يقريو بالانجلي دونك مش نقول لكم 100% مي اغلبيه لي كور قاعدين يتعاملوا بالانجلي سي كونسيرنون لو بروميير سيكل. مي المشكله اللي تجم تعرضكم واللي هي تجم وما تجمش يعني هي فما بروبابيليتي انها تعرضكم تو سامبلومون واللي هي انه مثلا مش عرضكم كور والا دوز موجودين بالفرنسي ماهمش موجودين بالانجلي. وكيما حكيت يعني بيسكو فما بروف في كل بروموسيون اللي هي بها وقاعد يحل في المشاكل نتاعها. الحاجه دي دايوغ ما كانتش موجوده كي دخلت عملت جروب انجلي هي زادت جديده وليت معناها فما بروف لي بكل بروموسيون دونك اغلبيه المشاكل مشات وماشيه وقعدت تتحل. دايوغ نتذكر اخر مشكله صارت انه الجروب انجلي انه مثلا ما لقاولهمش ساله ترفعهم خاطرهم جروب كبير دونك هذه حاجه. دونك الفاك مشات في تمشي انها تعمل ساله سبيسيال الجروب انجلي يقرا فيها كان جروب انجلي وهذاك اللي صار معناها باش نكون منظمه. هذه اول بوان من لي بوان نيجاتيف تجم تعرضكم انه ماهمش لي كور ماهمش 100% اون انجلي مي اكثر من 90% اون انجلي. هذه بوان. البوان الثاني انهم لي بروف اللي قريو فينا ماهمش كلهم يعرفوا يحكوا بالانجلي تيل سورت مش لي بروف الكل لاكسون تاعهم باهي مش لي بروف الكل كي باش يعرفوا يوصلوا لك المعلومه بالانجلي يعني مما يخليهم انهم ساعات يضطروا انهم يقريونا مثلا بالفرنسي باش يجموا يوصلوا لنا المعلومه ولا ساعات حتى يفهمونا بالعربي. المفيد انه لي بروف عاملين افور كبير على الاخر باش يفسرونا ويقريونا بالانجلي دونك هذه حاجه مهمه. دايوغ كيما تلقى بروف لاكسون تاعهم ماهيش احسن حاجه ولا ماهمش عارفين كيفاش يحكيو بالباهي بالانجلي فما دو لوتر كوتي دي بروف يعرفوا يحكيو بالانجلي على الاخر سورتو اللي تلقاهم تدخلوا جدد معناها دي اسيستون كل يعرفوا يقريو بالانجلي على الاخر يعرفوا يحكيو بالانجلي فلوينتلي وفوكابولير جديد وحتى المايند سيت تاعهم تحفونا على الاخر. دونك فما منا وفما منا سي جوست انت اسكو تنجم تتعامل مع الزوز ولا اسكو انت ترافي جروب لونجلي ورثت انك تستحمل على خاطر لي كونديسيون هذم ولا وكيما قلت هي هو برودو جديد هو بزنس جديد يعني اللي تو نحكي فيه صالح كان جانفي 2024 ممكن الماكس نتاعو عام الجاي مي العوامل اللي بعد في كل مره باش تطلع فيرسيون جديده في كل مره باش تصير تغيرات باش تصير تحسنات دونك اوتوماتيكمون كل عام شي يكون خير من اللي خير من اللي قبله انا حاجه هذه كلنا شاهدين عليها في الفاك باه. الحاجه الثانيه دونك كلك سوا لي كور ولا لي بروف ماهمش 100% فلوينتلي وحاضرين كل شيء بالانجلي. مشكله اخرى انه ممكن في التراديكسيون دي كور ساعات تكون فيها شويه اغلاط من لي تيرم سيونتيفيك ولا حتى دي فوت دو غرامير دونك حاجه هذه لازم نخدموها بلي ريكلاماسيون اللي نعطيهم لي ريسبونسابل ولي ريسبونسابل هو يوصلهم للي بروف. يعني دايوغ المشاكل هذوما يخليو يعني هما صحيح يظهر مشاكل خالدين مي الحقيقه احنا خليونا اون كونتاكت ديريكت مع لي بروف ومع لادمينستراسيون يعني احنا كل حاجه نبعثو فيها ميل معناها كلك سوا شنو المشكله اللي عندنا طول نكتبها في ميل ونبعثها واغلبية الوقت تصير معناها الريبونس وتصير معناها كيما نقولوا احنا تفاعل به مع الاداره ومع لي بروف وديما في تحسن. دونك هذه حاجه هذه اكثر بوان ممكن تلقى ممكن لي زيتيون معناها اللي جايين من بلدان اخرى لبرا هما اللي يلقاو فيها مشاكل هي شنو. دونك كونسيرنون البروميير سيكل هذوك هما عندهم اكثر من 90% من لي كور بالانكلي يقراو بريسك كل شيء بالانكلي جوست عندهم شويه مشاكل كل سوا البروف ما هوش معناها من هني كي نحكي على دي زيكسيبسيون مانيش نحكي على لي بروف الكل اللي نحكي على الاغلبيه مي تو دو بران اون كونسيديراسيون انه راه فما الكا هذاك الاكسيبسيونيل انك باش تلقى البروف مثلا الاكسون تاعو مش احسن حاجه ولا حاجه. سينو بالنسبه للدوزيام سيكل خاطر في الدوزيام سيكل نولي نعمل دي ستاج كل يوم ونقراو دي كور لاشي بالنسبه لي كور كيما جماعه البروميير سيكل مش لي كور كلهم 100% اون انجلي دونك فما كلي ديما نشوفوا شنو لي كور اللي ناقصين ولا بعض لي بروفيت ولا لي بروف يعملوا جهدهم الماكسيموم انهم يحضرهم لنا قبل بيريود ريفيزيون. المشكله الثانيه هو انه احنا في ستاج
أبار لتوبو اللي هو كيما لو دي معنا انسينيومون نقراه في هذا ستاف يكون بالانجلي سينو البعض الانتراكسيون اللي يصيروا لي دوسي ميديكال كي باش تحكي مع اي ميدسان باش تحكي مع اي حتى انفيرمي انستيزيست اي معناها بيرسونيل في الميديسين باش تحكي يكون يحكي بالفرنسي علاش خاطر تو سامبلومون الفرنسي هي اللغه الدارجه في السبيطارات معنا دونك اوتوماتيكمون اذا كان انت تعرف تحكي بالفرنسي وبالانجلي مش تلقى حتى مشكله وهذاك اون فيت احنا شنو عاملين يعني احنا في استاجيت نحكيو بالفرنسي نقراو الدوسي ميديكال بالفرنسي باش نعملو عليهم ريسي ما نعرفش نعملو اوبزرفاسيون ونقدموها وناخذو نوت عليها ناخذو نقراو بالفرنسي ومن بعد احنا نعملو تخليكشن ونقدموه الريسي هذاك بالانجلي مي الدوسي بالفرنسي كي باش تحل باش تشوف انا كيك سوا دوسي ورايق والا على البي سي باش تقرا راديو باش تقرا انفيس باش تقرا معناها الحاجات هذه يقول لك كيفاش تجيك بالفرنسي خاطر تو سامبلومون البلاد مزال في الفرنسي اغلبيه العباد تقرا بالفرنسي لي بروف انا الناس كل قرات بالفرنسي احنا الكا اكسيبسيونيل ان باش نقرا بالانجلي بور لو مومون بالطبيعه من بعد كي باش نوليو دي زانتيرن دي ريزيدون قريب بالانجلي ممكن تولي تلقى دوسي ميديكال مكتوب بالانجلي دونك هذه حاجه دونك المشكله هذه بلوتو من حاجه سماها مشكله مي البو امبوز دي بروبليم للعباد اللي ما قراتش فرنسي اخرى والا ما قرات في ليسي مع سيستم امريكان ولا اللي هو سينو اذا كانك انت تفهم بالفرنسي وتفهم بالانجلي وما عندكش حتى مشكله باش انك تسويتش ما بينات الزوز فسي بون معناها هذاك شنو انت مستحق جوست اخر بوان كونسيرنون لي زيكزامون اذا كان عندنا كورات معناها اذا كان ماتير كلها قريناها بالانجلي ولي بروف قراوها لنا بالانجلي فاوتوماتيكمون باش نعديو على هالاكزامان بالانجلي باغ كونتر اذا كان فما ماتير فيها كور والا اثنين بالفرنسي والا قريناه مثلا في لودي بالفرنسي اغلبية الوقت معناها يجينا اكزامان ايبريد يعني نفس كيستيون تلقاها موجودة اون انجلي وفيرسيون اخرى موجودة بالفرنسي وهذه جوست المشكلة الوحيدة كما قلت لك انه اذا كان انت تبو انك معناها تسويتش ما بين الفرنسي وانجلي وما يقلقكش دايوغ راهو من اللول ممكن تعبك يعني اني صارت لك اني من اللول تعبت شوية باش اني اصلا تعودت بالانجلي وكنت نسويتش ما بين الانجلي وفرنسي تو راهو تو تحط لنا حاجة اون فرونسي وتقولنا اقراوها عبارة تقراو في حاجة بالانجلي نقراوها مخك خاطر اوتوماتيكمون يتعود على لي دو لونك يتعود انه يسويتش بيناتهم اوتوماتيكمون دونك الحقيقة تو تخوزيام اني مهيش عملت لنا حتى مشكلة جوست الحاجه الوحيده اللي قاعدين نخدموا عليها اون طونك ديزيسيون دوزيام سيكل وكل شيء هي انه لي كور نتاعنا يكونوا كاملين بالنسبه للريزيدان بيان سور الناس كلها تاعها ريزيدان باش نعديوها بالانجلي اوفيسيلمون معناها باش يكون نفس بيان سور ليكزامان اللي يجي لجماعه الفرنسي خاطر بيسكو تول الكل تعديه مع بعضها نفس ليكزامان ومش يكون في الفيرسيون انجلي وحتى لي كور دو ريزيدان هما مش نفسهم لي كور اللي نقراو بهم في دوزيام سيكل هما دي كور وحدهم على جنب معمولين سبيسيالمون بلي زوبجيكتيف دو ريزيدان كل شيء الترادكسيون نتاعهم بدات تصير من تويكي ودايوغ معناها استعملنا منهم كلكو كور موجودين بالانجلي دونك هذه حاجه جوست بور دير انه الفاك ماشيه في السنس انها تخلي الفورماسيون اون انجلي كامله ما تخلينيش نرتين بالرسمي حتى شيء ولا ما تخليش انه فما دي بوين فيبل في لي ستوديون اللي قاعدين جروب انجلي سينو اللي لازمك تعرفوا ان اذا كان انت تعمل جروب انجلي راك باش يعرضوك حاجات مشاكل كيما هكا انه مثلا بروف ماهوش باش يكون لك سونتي احسن حاجه مالغري برشا عندي برشا افور بالرسمي وفما حتى دي بروف قلبوا ستاف كامل اون انجلي جوست خاطر احنا دي زيكسترن جروب انجلي واللي هي حاجه هذه ما صارتش معنا في حتى ممكن سيرفيس قبل فحتى فما مثلا في ستاج انه البروف معناها عندنا بروف سبيسيالمون هي بجروب انجلي هو هزنا مش عملنا ستاج في القروين اللي هو ايرولوجي عملناه في القروين قررنا ديتو بو بلونكلي حتى لي زوبسيرفاسيون في الميليو كلينيك وكل شيء كانوا بالانجلي دونك الحقيقه تعاد ستاج طيارة على الاخر نو جوست بور دير انه فما معناها من جهه عباد عامله افور كبير على الاخر باش الفورماسيون هذه تنجح دايوغ هي كان ما كانتش ناجحه راهو تو ما فماش ديزيتيون كاتخيام اني جوست باش نرجع ونقول انه تو دوا بروندر اون كونسيديراسيون انه فما معناها شويه مشاكل لازم تعرضك اون طون كان طون كاتيديون باش تقرا جروب انجلي كيما لي كور ماهوش 100% انجلي نحكي تكي على دوزيام سيكل باغ كونتر بروميي سيكل اكثر من 90% اللي يكونوا موجودين اونجلي
الانجلي ديما باش تلقى روحك في كل السويتش بين الفرنسي والانجلي، واللي هو بعد في الدوزيام مسيكه باش يولي اوتوماتيكمون ما يستحقش معناها من باب باش تخمم فيها الحكايه. اذا كان انت تشوف انه الحاجات انه الانجلي وانك تقرا بالانجلي على خاطر الانترناسيونال، على خاطر الشاش نتاعك من بعد والكارير نتاعك من بعد، على خاطر مثلا الفورماسيون في هارفارد، خاطر انت تحب الانجلي وبالحق يعني تشوفوا انه نجم يجي ونهار فلوس ويولي كل شيء بالانجلي، ستاف دوسي ميديكال حتى معناها ليماجري وهذاك الكل. اذا كان انت مامن بالفكره وعجبتك تنجم تشوزي انك تقرا جروب انجلي. دونك هذا هو اللي حبيت نحكيه. جو ميكسكوز على حشتي على صوتي انه يعني بوست غريب وكريج مزيد شويه مجروحه. حاجه ثانيه انه الفيديو هذا هبط بالريتار على الاخر للزيجون اللي تو باش يعملوا شويه دورينتاسيون تاعهم يستنوا في الفيديو هذه على اساس باش يختاروا يعملوا لافيميس ولا خاطر نعرف برشا عباد تختار في لافيميس جوست على خاطر جروب انجلي. وان شاء الله في يعني في الفيديوهات الجايين باش نحاول نحكي بفاصون بلو ديتاي اكثر، وممكن حتى نجيب دي زيجون قراو جروب انجلي ونحكيوا احنا اكثر على الاكسبيريونس نتاعنا في الكورسوس هذه في الفورماسيون هذه. وكاو سينو كان عجبتكم الفيديو تنساش تحط جيم تنساش تعمل فولو باش يوصلوا فيديوهات اكثر. وبون كوراج، سلامه.